وسط الستار مساء الأحد الماضي بمحميد الغزلان بإقليم زاغورا على فعالية الدورة الثامنة للمهرجان الدولي تراجالت بتنظيم أمسية خاصة للمرأة الإفريقية. وتميز هذا المهرجان بتنظيم الدورة الرابعة لقافلة السلام من أجل تشجيع ثقافة السلم والتسامح في الصحراء والساحل، التي تضمن برنامجها ندوة حول التنوع الثقافي عامل للسلم والتسامح بمشاركة عدة مفكرين من المغرب وفرنسا ومالي والنيجر. واليوم احنا كمنظمين من محاميد الغزلان ومن الصحراء المغربية كنحاولوا نربطوا هذاك الاتصال وهذاك التاريخ اللي كان كيربط بهذه الدول المجاورة، طبعا عبر الثقافة، لأن الثقافة هي من الوسائل اللي كتسافر واللي كتلاقي الشعوب وكتلاقي القبائل وكتلاقي الساكنة وكتلاقي يعني الإنسان بالآخر. فتحت شعار هن إفريقيا منح هذا المهرجان الثقافي والفني مكانة خاصة للمرأة الإفريقية، خاصة المرأة المنحدرة من الوسط الصحراوي من خلال تقاليدها وحياتها اليومية ونضالها المستمر.